معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي سالم اليامي. سيد اليامي، مرحبا بك إلى نشرة الأخبار. أنت كمحلل، كيف تقيم العلاقة الثلاثية بين تنظيم القاعدة وإيران وقناة الجزيرة ذراع الإعلام للنظام القطري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محييك أخي الكريم، محيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة كلما طالت هذه الأزمة وكلما يعني امتد أمدها ويعني ابتعدنا عن الحل، نصاب نحن والمراقبين ويصاب أيضا المجتمع الخليجي والمجتمع العربي بمزيد من الصدمات حقيقة عندما تتكشف كثير من الخطوط في الحقيقة، ولعل من أبرزها حقيقة هذه حقيقة يعني المعلومات الجديدة الصادمة والصادمة جدا على أمن واستقرار دولنا في منطقة الخليج وفي العالم العربي وفي العالم. سؤالك حقيقة جوهري ومهم، هو يعني شكل هذه العلاقة، ما فائدة هذه العلاقة؟ حقيقة الأشقاء في قطر يعني ونحن ندعو لهم ب يعني البصر والبصيرة في الحقيقة، يعني اتخذوا خطا يعني لا يمكن فهمه حقيقة، هو لا يفيد الدوحة بشيء ولكنه في نفس الوقت يدمر الآخرين. يعني هناك منظومة نعرف أن الإخوان المسلمين القاعدة بنهجها التدميري والتخريبي والنظام الإيراني الذي يعلن الحرب على منطقة على المنطقة العربية على الأرومة العربية وعلى منطقة الخليج بالذات، هذه القوات الثلاث هي تحتاج إلى الذراع الإعلامي، والدوحة وفرت حقيقة جزئين، وفرت الذراع الإعلامي عبر يعني شبكة قوية مثل الجزيرة وعبر الدعم المادي، هذين عنصرين لا يمكن إخفاؤهما. دائما نتساءل نحن كمحللين ما هي فائدة الدوحة؟ ليس للدوحة فائدة إلا الإضرار بالآخرين. هذه المنظومة هي منظومة تخريب، هي منظومة حشد طاقات، حشد قوى، لعب بأفكار كلها ليس لصالح المنطقة أبدا، كما قال تقريركم الضافي هي لإثارة الفوضى والتخريب في مصر، في ليبيا، في منطقة الخليج، في مملكة البحرين، في كل الأقاليم في منطقة الخليج. هناك ثالوث حقيقة يعني هو ثالوث للتخريب، ولم يعد خافيا على أحد وجود هذا الثالوث. هذا الثالوث كان يفتقر، كان يحتاج إلى ذراعين مهمين، المال والإعلام. وفرت الدوحة هذين العنصرين مع شديد الأسف. وأنا أخشى حقيقة أنه كلما استمرت هذه الأزمة ستتكشف كثير من الحقائق الصادمة والصادمة جدا للإضرار بهذه المنطقة. نعم، أنا أريد أن أسألك عن المستفيد الأول من هذا التحالف الثلاثي، لكن بعد أن تجيبني على هذا السؤال، هل تعتقد أن ثورات الربيع العربي سرعت في الكشف بين التحالف الثلاثي بين هذه الجهات الثلاث والدور القطر الذي بات الآن واضحا بعد هذا الكشف الأخير؟ يعني في الحقيقة المستفيد هو القوى ما يسمى بما دون الدولة، المنظمات الإرهابية، القاعدة، الإخوان المسلمين، أيضا الأطراف الإقليمية التي تريد أن تحكم وتسيطر وتهيمن على المنطقة، ولعل العدو الإيراني الذي لا يخفي عداوته هو الأطراف المستفيدة. هذه الأطراف المستفيدة، ليس هناك طرف خليجي، ليس هناك طرف عربي يستفيد مما تقوم به الدوحة للأسف من الممارسات. هذا يعني إجابة لا تحتاج إلى أكثر من هذا الوضوح. الطرف الآخر يعني موضوع الربيع العربي وما تكشف عنه، في الحقيقة يعني أزمات الربيع العربي ويعني لنقول حركات التخريب التي دعمت حقيقة إعلاميا وماديا من الخارج ومن الداخل أيضا، لم يكن من هناك مستفيد منها حقيقة، وكل الداعمين لها كانوا يدعمون أجندات لا تخص المنطقة الغربية العربية ولا تسعى لإصلاح المنظومة العربية ولا تسعى لجلب استقرار وتنمية في هذه المنطقة، هي كلها أهداف تخريبية لا نعرف مداها. هناك من يقول لها أبعاد تاريخية، هناك من يقول لها أبعاد نفسية. طيب لا نعرف مداها، لكن ربما نستطيع أن نتكهن بمدى ما تمكنت من تحقيقه في هذه الوثائق. هناك ثناء من بن لادن على دور الجزيرة القطرية في الترويج لثورات الربيع العربي، إلى أي مدى تمكنت بالفعل من ذلك ولماذا حصلت على هذا الثناء؟ هذا الثناء في الحقيقة لأنه يعني أي تنظيم إرهابي، أي منظمة ما دون الدولة، يقودها أشخاص، يقودها أطراف، يقودها يعني جماعات، تجد تأييد على مستوى يعني المنضمين الجدد إليها. يعني نحن نعرف أن القاعدة تضم أشخاص من مختلف أنحاء العالم، لكن هي تفتقر دائما لعنصرين. العنصرين هي في رأيي هي العجلات، هي المحركات، وهي المال والإعلام. هذا الثناء في رأيي جاء للدوحة، جاء لثورات الربيع العربي، لأن هناك مالا، هناك دعما إعلاميا يؤكدها ويعزز مسيرتها ويحقق مصالح هذه التنظيمات الإرهابية في تخريب الدول وتخريب المنظومات المستقرة في منطقة الخليج. القاعدة وما أشبه القاعدة وداعش وغيرها وكل ما تدعمه بعض الأنظمة للأسف في المنطقة، هل لا
لها هدف رئيس وهو تخريب منظومة الدولة وإعادة الحياة السياسية في هذه المنظومات الإقليمية إلى الجماعات والميليشيات على نمط الإيراني في الحقيقة، وهي تريد نشر هذا كما في لبنان كما في اليمن كما في مناطق أخرى. نعم. هذه هي الأهداف، وكان ينقصها دائما المال والإعلام. شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة من الرياض المحلل السياسي سالم اليامي.